ما جاش لغايه دلوقتي وبقول لك المقضيه ممكن تتاجل، وانا تعبان نفسيا وعصبيا ومش عارف اشتغل ولا عارف اروح ولا اجي. انا كنت مستني ان هو يتحكم عليه، هو ما جاش ليه؟ انا عايز اعرف هو ما جاش ليه. انا كنت حضرتك متوقع ان هو يجي، والنهارده المفروض الدنيا كلها عارفه ان هو موجود، يبقى المفروض موجود يوم 3/7، والنهارده 3/7، هو ما جاش ليه؟ ما جاش ليه؟ انا حقي فين طيب؟ انا حضرتك حقي فين؟ لما كانت الحكومة أنا مستني عشان خاطر الحكومة تجيب لي حقي، ما جاش. عشان كنت أسمع النهاردة إن الحكم بتاعه النهاردة أو هيتأجل، ماشي، حتى هو لو كان جه كنت أنا ارتحت، اسمه اللي هو جه. لا هو ما جاش، ما جاش ليه؟ المفروض هو يجي عشان النار تبرد وهو ورديتها تبرد. أنت حضرتك أنت عارف هو معاه محامي ولا معاهوش؟ ما معاهوش، مش عارف والله هو معاه ولا ما معاهوش. مش عارف هو معاه ولا ما معاهوش، بس هو المفروض اللي هو حاضر 3/7، يعني هو المفروض 3/7 دي قضيته، المفروض يبقى موجود، ما جاش ليه؟ المفروض الوقت انا مستنيه في المحكمه عشان خاطر اشوف هو ما جاش ليه، او كنت اسمع الحكم بتاعه. هتطلب المحكمه بايه لما تقف؟ انا هطلب بايه؟ هو ما جاش عشان اطلب الجلسه الجايه بالاعدام طبعا. انا عايز حقي، انا عايز حقي، انا عايز حق بنتي. انا مش طالب الا حق بنتي. اي حد هيشوف اسم رماس ويشوف هو اتعمل فيه ايه هيقول لك الاعدام، وانا مش عايز الا حكم ربنا. هو حكم ربنا من كذا ليكته بس، ده اللي انا عايزه بس. اي حد يجيب لي حق بنتي، انا مش عايز حاجه ثانيه بس، وده اللي بطلبه من حضراتكم. هو في حد من اسرته تواصلوا معاكم؟ كله حضرتك اهله واقفين معانا، اهله بصراحه واقفين في صفنا، حتى ما يجيش عندنا، اهله متوقفين معانا بصراحه. بس انا بتكلم دلوقتي احنا موجودين في المحكمه والمحامين موجودين وكل حاجه موجودين مستنيين انتظاره. هو ما جاش ليه؟ ما جاش ليه حضرتك؟ عشان ناخد حقنا. انا حضرتك انا ما بنامش ولا بشوق ولا باكل ولا بشرب، والدتها بتاخد مهدئات. ليه ما جاش حضرتك؟ عشان خاطر القاضي يحكم عليه ان كان هيتاجل ولا ما يتاجلش. هو الوقت ما جاش، انا اعرف منين بقى هو ما جاش؟ ايه السبب ما جاش؟ انا عايز اعرف ايه السبب، انا عايز اشوف حق بنتي فين. اكيد القاضي هياجلها. انا عايز ما هو القاضي ملوش ذنب، هو القاضي الوقت نادى عليه كذا مره ما مش موجود. ايه السبب اللي هو ما جاش؟ انا بس نفسي اللي هو السبب اللي هو ما جابوش يتجزى فيها او يشوف هيتعمل فيه ايه. بس هو المسؤول اللي هو ما يجيبوش، تمام، ويشوف يعني ما اعرفش مين كان هو مأمور سجن الجمصة. المهم اللي هو المسؤول اللي هو يجيبه يشوف هيعملوا ايه الجاهزه فيها ولا اي حاجه. انا ما بطلبش الا العدل بس، انا ما بطلبش الا العدل، انا عايز حق بنتي، انا مش عايز حاجه اكتر من كده. اللي انا بطلبه حق بنتي. بنتي اتخطفت على اساس الاغتصاب واتقتلت، والحمد لله ما عرفش يعمل معاها حاجه واتقتلت 6 طلقات، يعني خطف واغتصاب وقتل. عايزين ايه تاني؟ وانا راجل صابر وساكت عشان خاطر تجيب لي حق بنتي. اجي يوم القضيه ما يجيش؟ ليه ما يجيش؟ حرام. يعني انا هنا من فجر مستنيه وقاعد واقف على رجلينا وما كلناش ولا شربنا وقاعدين مستنيين وهو ما يجيش؟ لا حرام. القاضي يندى عليه كذا مره ما يلاقوهوش بالقفص؟ القاضي جاي يندى عليه كذا مره. سيادة المحامي بردك، سيادة محمد بردك موجود من معانا من الفجر مش موجود. السبب انا مش عارف السبب ايه. عدم ما مش عارف، احنا مش عارفين ايه السبب، احنا مش عارفين ايه السبب، احنا حضرتك مش عارفين ايه السبب. القاضي نادى عليه كذا مره مش موجود في القفص، ايه السبب اللي هو ما يجيش؟ المفروض يبقى موجود النهارده يوم 3/7. هو بيطلع امر بالنيابه ما بحضوره؟ بيطلع امر بالنيابه بحضوره، يعني ازاي ما يجيش؟ يعني امر بالنيابه ان هو يحضر في المحكمه يوم 3/7، الدنيا كلها عارفه ان هو هيبقى هنا يوم 3/7. انا خلاص انا بقى بص، يا اما عرفت اللي قضيته يوم 3/7، انا ولا بنام ولا باكل ولا بشتغل ولا بعمل اي حاجه. انا نفسي اشوفه في القفص وهو بيتحكم عليه، ليه ما يجيش؟ اي حد مطرحه هيعمل زي ما انا بعمل. انا عايز اجيب حق بنتي. بعد الحكم عليها هتحس بالراحه؟ طبعا طبعا، هو هتهدى
قال له النهارده هتهدى. قال له الوقت انا مش عارف. هو ما جاش ما اعرفش بقى القاضي هيحكم عليه هيأجلها الاسبوع ده او الشهر الجاي. هيعذبني طبعا شهر كامل لغايه ما هو يجي تاني. يعني هو قعدنا شهر تاني في عذاب لغايه ما يحكم عليه. وهل هيحكم عليه بعد الشهر بتأجيل تاني ولا هيحكم عليه ساعتها؟ ما انا مانيش عارف. انا حضرتك مانيش عارف اي حاجه في اي حاجه.